بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا على موعد مع النسخة الثانية من كأس المرحوم عبد المجيد الدرمي للروح الرياضية. هذا الكأس كتجي في إطار ديال رمضانية عين الشق. النسخة ديالها الأولى كانت سنة 2018. اليوم الحمد لله كانت واحد التظاهرة رياضية، واحد الأمسية رياضية يعني في المستوى الكبير. كنفتخروا بالحضور ديال واحد النخبة ديال اللاعبين القدماء ديال الرجاء وديال الوداد اللي أتوا هاد الأمسية هذه وتميزوا بالمسار ديالهم الكروي الكبير على المستوى المنتخب الوطني أو على المستوى الأندية ديال الرجاء والوداد. كذلك الحضور ديال العائلة ديال المرحوم عبد المجيد الدرمي، الزوجة ديالو والأبناء ديالو، زاد هاد الأمسية هذه قيمة وفخر. وهذا تأكد بأن القيمة ديال المرحوم عبد المجيد الدرمي والمسار ديالو الكروي والأخلاقي اللي تميز بالروح الرياضية يعني بواحد الشكل كبير. العزم معقود في مقاطعة عين الشق وعلى مستوى مدينة الدار البيضاء إن شاء الله الرحمن الرحيم، لما لا تكون هذه التظاهرة هذه في الأفيش ديال الرياضة ديال المدينة ديال الدار البيضاء ويكون عندها بعد وطني ولما لا دولي مستقبلا، خصوصا أنها الشعار ديالها أو المضمون ديالها هو الروح الرياضية. احنا ما احوجنا الى الروح الرياضيه في الممارسه الرياضيه الوطنيه وفي مدينه الدار البيضاء بالاساس، خصوصا بين قطبين كره القدم الوطنيه اللي هما الرجاء والوداد. وغادي يكون موعد ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي نخدموا فيه على هذا الجانب ديال الروح الرياضيه ونهزوا فيه لهذه القيم ديال الروح الرياضيه وهذه المبادئ ديال الرياضه، لان الرياضه في نهايه المطاف هي قبل ما تكون تنافس على الالقاب وعلى الانجازات هي واحد يعني واحد المجال ديال الروح الرياضيه وديال التلاقي وديال التعارف وديال التسامح اساسا. فاحنا جد سعداء بالنجاح ديال النسخه الثانيه، ومن الان كاين تفكير على الاعداد ديال النسخه الثالثه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي تكون في مكان لائق بالاسم اللي محتفى به الا وهو عبد المجيد الدرمي، اللي الكل تعرف القيمه ديالو وهو اسطوره من الاساطير ديال كره القدم الوطنيه. تنشكر جميع اللاعبين اللي حضروا، كنشكر الجمعيتين بجوج ديال القدماء اللاعبين الرجاء وديال الوداد، كنشكر الوسائل الاعلام اللي دارت التغطيه ديال هاد التظاهره هذه ولا هاد الامسيه الرياضيه، وكذلك تنشكر العائله ديال المرحوم عبد المجيد الدرمي على الحضور ديالها وعلى التشريف ديالها لينا في هاد الامسيه هذه، وشكرا.